تامر حسني يكشف موعد زفاف أحمد بالروب وصبا شمعة. شاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سيدة بيوتي اللي نشرت مجموعة من الستوريات على السناب شات، كشفت من خلالهم انه هي مريضة كتير واخدت دواء. نتمنى لها سيدة الشفاء العاجل. فجأة بمرض وما بعرف شو بيصير لي، فاضطريت ارجع البيت وإلي من 12 بالبيت يعني، وقضيت نومة فيها هيك. ايضا نمر الى سر الورع وغيت مروان اللي تفاعلوا بمجموعة من الستوريات اللي كانت كتير عفوية. سارة هاي، عم ندور يعني عم نعمل هيك شوبينج خفيف، بس بتعرفوا نحن بنحب الشوزات، فاجينا نشوف، بس نشوف ما نشتري شوزات خلص، يعني بكفي بطل عندنا مكان. فهورجيكم كم شوز انا، بدي اورجيكم اسعاره وارجيكم شكله. تمام، اول شيء في هون اللوبستر، شوف كيف محطوط، صار ليميتد طبعا، هون اغلى من اللي انا اشتريت تقريبا شي 10 مرات 10 اضعاف، بس شوفوا الان صار ليميتد، صار محطوط لحاله، فهمتوا؟ حتى الشوز اللي لابسته ساره شوفوا كمان انه فبيجي بيحطوه هون بصير سعره. تتذكروا هاد اللي عم تغير فيه الربات؟ تقريبا غيرت فيه الربات شي 200 مره. المهم هاد حاليا ساره. نمر الى تامر حسني اللي نشر بوست جديد حكى من خلاله انه هو عنده حفله بالاردن بتاريخ 30 من الشهر القادم، ويذكر ايضا انه تامر حسني وعد صبا شمعه انه يغني لها بعرسها، والعروس رجعت هي كمان للاردن وعم تجهز حالها، وعلى الاغلب فانه عرس احمد ابو روب وصبا شمعه راح يكون بالشهر القادم كمان.